للأسف هذا حال النجف. للأسف شوف حال النجف، مليارات انصرفت على مجار النجف، مركز مدينة النجف الآن يغرق، يغرق بالكامل. المي أكثر من نصف متر ارتفع الآن، مجاري ماكو بالنجف، صرفت المليارات. ألا لعنة الله على المسؤولين الفاسدين السابقين والحاليين، ألا لعنة الله عليكم وعلى أحزابكم الفاسدة. شوف بعينك وارجع انتخبهم، اطلب للفاتحة تقوموا لهم، اطلب للتعزية تقوموا لهم للفاسدين والمسؤولين. تروح الفرح تلقاهم شيلوهم بالصلوات، وهاي حالكم وهاي نجفكم تغرق. لا تدرون ايش قد انصرفت على مليارات، ايش قد انصرفت على مجار النجف. 38 مليار جت جديدة موازنة 2019 تعاركت الأحزاب فيما بينها. حضرة المسؤول ما يعجبه ينفذ فك الاختناق بالنجف، يرجع حليوان البغداد، وهذا حال النجف. الله يخذلكم. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب خصيمكم، خصيمكم أمير المؤمنين. احنا بمركز المحافظة في النجف الأشراف، الأحياء تستغيث، العوائل الفقراء اللي ما عندها بالمنطقة مجاري تستغيث. حلال عليكم الإعدام، هنا نعلمكم بالإسكان، نعدمكم يا فاشلين يا فاسدين. لك هاي الخليج، هاي دول الجوار، هذا المياه ثروة، مياه الأمطار ثروة. وشوف المي وين يروح، لا مجاري لا تصريف. حسبنا الله ونعم الوكيل على الظالمين. ما أقدر أقف من شدة المي. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم على المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة. بداية نحب نذكر السادة المشاهدين أنه قناة الرافدين عندها تردد جديد، ترددنا على مدار القمر نايل سات 10727، أكرر 10727 على مدار القمر نايل سات. فأتمنى من الجميع أنه يدخلون هذا التردد أو هذا الرقم على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم أو ريسيفر التلفزيوني الموجود عندهم حتى نظل مستمرين وياهم 24 على 24. أي شخص يحب يتصل بالبرنامج يقدر يتصل بينا على أرقام البرنامج اللي ظاهرة أسفل الشاشة. عندكم ثلاث أرقام، أذني أرقام مخصصة إلى داخل العراق وخارج العراق على حد سواء. أما الرقمين اللي الرقم اللي تشوفوه حاليا هو رقم برنامج الواتساب. أي شخص يحب ما يقدر يتصل ويحب يرسل لنا رسالة يقدر يكتب لنا رسالة مكتوبة ونصية، وأتمنى متبوعة باسمكم ومكانكم حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة. وعندكم الرقمين اللي تشوفوها الآن ذني مخصصة إلى داخل العراق. أي شخص وأي مواطن بالعراق من زاخو للفاو يقدر يتصل بينا على واحد من ذني الأرقام. أنا البارحة أكو أخبار تقول أنه جماعة الصدر، جماعة التيار الصدري، سوت هجوم جديد البارحة على المعتصمين بساحة حبوبي بالناصرية. وقالت تنسيقية تظاهرات الناصرية أنه مركبات أو سيارات رباعية الدفع دخلت فجر يوم الأحد ساحة حبوبي وساهمت في إطفاء التيار الكهربائي وفي المحطة أو في محيط الساحة، وأطلقت النار والرصاص الحي باتجاه المعتصمين بالساحة، وأشارت أنه هاي السيارات كانت شايلة رايات التيار الصدري. وأكدت التنسيقية الناصرية أن اللي هاجموا أطلقوا تهديدات للمتظاهرين عبر مكبرات الصوت، يعني شايلين سبيكرات ويهددون بالمتظاهرين بصوت عالي ومرددين شعارات تؤيد الصدر، ورددوا شعارات تدعو به إلى نصرة الصدر. ولفتت الانتباه أن القوات الأمنية ما دخلت وما صار منع للمهاجمين من اقتحام الساحة،
وأكدت التنسيقية أن المتظاهرين مصرين على التمسك بساعة حبوبي وعدم تسليمها لأتباع التيار الصدري ولا الغيرهم. أنا السؤال اللي أطرحه هنا، شنو هذا الإصرار؟ ما أحكي على الشعب. الشعب العراقي معروف بإصراره. الشعب العراقي لما يريد شيء يحصله، معروف. لكن أنا أحكي على مقتدى وجماعته. شنو هذا الإصرار اللي أنتوا شايليه؟ واحد يهدد بصوتية، جماعة يطبون يقتلون ويجرحون، جماعة يرجعون ثاني يوم يهددون، جماعة يرجعون يطبون مرت الأخ ويهددون ويقولون أنه احنا ندعوكم إلى مناصرة الصدر. أنا السؤال اللي أطرحه هنا، أنت مو تقول أنه أنا عندي شعبية عالية بالبلد؟ تحكي عن مقتدى أنا اللي عنده شعبية واللي عنده يعني قاعدة جماهيرية مثل ما أنت تقول، من شنو خايف؟ بحيث يسوي اللي تسويه أنت وجماعتك. إذا أنت عندك قاعدة شعبية قوية وأنت واثق من قاعدتك الشعبية، فما يحتاج توقف بوجه متظاهر لأن أنت واثق من قاعدتك الشعبية. أما إذا أنت ما واثق من قاعدتك الشعبية وتعرف أنه أنت أفلست، فساعتها راح تسوي المستحيل حتى تقدر تبين للناس أنه أنت عندك قاعدة شعبية. السؤال الثاني اللي انطرح، اللي يتبعوك شنو محطوط هنا؟ يعني من طبه ويقولون الجوكرية اللي موجودين بساعة الحبوبي، والله ما دا نفتهم. مرة تقولون طرف ثالث، مرة تقولون جوكرية، مرة تقولون أولاد السفارات، مرة تقولون أجندات مدفوعة من الخارج، هواية أشياء أنتوا قلتوا بس ما قلتوا شيء على روحكم. اتهمتوا المتظاهرين أنهم ما يتبعون أجندات خارجية. زين وأجندات إيران اللي أنتوا تتبعوها داخلية؟ اتهمتوا المتظاهرين أنه عندهم تمويل من الخارج، وتمويلكم اللي دايجي من إيران شنو، من الداخل؟ اتهمتهم ان هم اولاد سفارات. اذا انت تتبع دوله ثانيه انت يعني ابن البلد. كرار وياي من كربلاء، حياك الله يا كرار. كرار انقطع الاتصال ويا كرار. طبعا بعد ما صار الهجوم مناصرين الصدر الفجر، التظاهرات بساعة حبوبي رجعت تجددت مرت الأخوة على جسر حضارات بمدينة ناصرية في محافظة ذي قار. وأكد المتظاهرين أنهم مستمرين بثورتهم بالفعاليات الثورية على الرغم من القمع والقتل الحكومي والميليشياوي. وردد المتظاهرون شعارات وأهازيج ضد كل الأحزاب الحاكمة وميليشيات الصدر، وبدأوا بإعادة تأهيل خيامهم ونصب خيام جديدة. ما دافتهم يعني خيام المتظاهرين حركتوها كم مرة ويرجعون ينصبوها مرت الأخ. الفيديو اللي شفناه ورا شارة البداية، النجف غرقانة وبغداد غرقت، مدن العراق غرقت. ليش؟ لأنه الدنيا مطرت. مثل ما قال الشخص اللي شفناه بالفيديو، قال بالدول الأخرى وبدول الجوار مي المطر ثروة، يعرفون يستغلوه، يعرفون وين يودوه، إلا بالعراق مي المطر نقمة، لأنه من تمطر الدنيا راح تغرق بغداد والمحافظات والنجف. مثل ما شفنا بالفيديو كان في محافظة النجف، ولما تغرق المدينة أو تغرق العاصمة أو تغرق أي محافظة، يعني المي راح يطوف وصار فيضان ويطب على البيوت، ومن يطب على البيوت والمحلات والمراكز التجارية يعني راح يخسر الناس بضايعها، يخسر الناس أثاثها، يخسر الناس سياراتها، خسر الناس ممكن حياتها. فأنا أردفتهم يعني أنت يا مقتدى الصدر، بدل ما رايح على المتظاهرين اللي موجودين بساعة حبوبي، ليش ما طلعت على المنطقة الخضراء وطبيت لهم مثل ما طبيت للمتظاهرين وتقولهم أنطوا رواتب الناس؟ ليش ما طبيت على الخضراء وطبيت على رئاسة وزراء والبرلمان وتعاملت وياهم مثل ما تعاملت ويا المتظاهرين وتقولهم
سووا تأهيل إلى شبكة المجاري، خلي الناس من تمطر الدنيا يكونوا مرتاحين. ليش ما طبيت على رئيس الجمهورية وقلت له أنت حامي الدستور، انطي الناس حقوقها؟ ليش ما طبيت على الحشد وقلت له طلع الناس الأبرياء اللي موجودين عندكم بالسجون؟ بس بالمقابل أنت طبيت على المتظاهرين اللي هم شباب لا عندهم سلاح ولا عندهم أجندة مثل ما أنتم تتهموهم. كل اللي عنده علم وكلمة نريد وطن، نازل أخذ حقي، كلا للأحزاب، كلا للطائفية، كلا للمحاصصة، إسقاط الأحزاب السياسية، إسقاط العملية السياسية، كلمة عنده، كلا للفساد اللي أنتم من رأسكم أساسكم فساد. إحنا أردفتهم مقتدى الصدر من يطب على المتظاهرين ويقتل أو أتباعه، ويطلع هو ويقول إيه نعم إحنا، ويطلعون جماعته ويغردون ويقولون أو يعلنون مسؤوليتهم عن اللي حصل بساحة الحبوبي بالناصرية. وراها بالبصرة صارت اشتباكات، وراها بواسط صارت اشتباكات. أردفتهم هو يتوقع يعني أنه الشعب العراقي لما راح يشوف هذا الشيء راح يقعد؟ يبدو أنه جماعة الأحزاب والكتل السياسية والعمايم والميليشيات مدى يفتهمون أن الشعب العراقي خسر كل شيء، لا عنده راتب يخاف عليه، ولا عنده مدينة يخاف عليها، ولا عنده تطور يخاف عليه، ولا صناعة، ولا وظيفة، ولا حياة، ولا مستقبل، كل شيء ما عنده. هسه هو اللي دا يشوف المواطن العراقي عراق مفلس، رواتب ماكو، النفط مصطفى الكاظمي الله يكرمه يريد يرهنه فات 5 مدري 6 سنوات، صناعة منتهية، زراعة منتهية، تربية صفر، تعليم صفر، ما أعرف مصطفى الكاظمي أو عمار الحكيم أو هادي العامري أو مقتدى الصدر من دي يسوون هاي الأفعال، يعني يتوقعون الشعب العراقي عنده شيء يخاف عليه؟ لا. أبو فاطمة من النجف حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام والرحمة والإكرام. تحية لك أخي ولكافة الأخوة، وتعازينا لعوائل الشهداء في العراق كافة من 2003 إلى يومنا هذا. يعني الظاهر المجرمون يعني بعدهم ما شابعين من القتل ولا شابعين من الدماء. أخي سياسة إيران يعني واضح الآن للشعب العراقي للصغير والكبير، يعني ذولا ناس أقول لك بصراحة يعني ناس مرضى نفسيين وحمقى. يعني السياسة يعني الآن هذا الذيل مقتدى الصدر حشاك، هذا يعني لا يعرف سياسة ولا يعرف حكم ولا يعرف أي شيء، أصلا هو إنسان تافه ليس له. ويعني بعض الأخوة يقول لي لا تتكلم في هذا الكلام، هو أصلا أخي هذا ليس عراقي، آل الصدر ليس عراقيين يا جماعة، لا توجد قبيلة في العراق آل الصدر، موجود عندنا الخفاجة والتميمي والشمري وكذا. آل صدر شنو آل صدر؟ هو ماخذ الجنسية اكتسابا، مع ذلك يعني لحم كتافه من العراق وعاش في العراق. لكن أخي السياسة يعني معقولة؟ يعني كلها قتل وذبح؟ أنا ما عندي مانع يجي هو ولا غيره يحكم العراق، لكن أخي يحترم الآدمية، آدمية الإنسان. يعني ما صايرة، ما معقولة قتل في الناصرية، قتل في بغداد، قتل في النجف، على أي أساس؟ يعني شنو الناس، شنو قدامكم؟ على أي أساس أنتم تستمرون بهذا؟ ثم الكاظمي أنت شنو شغلك؟ يعني مقتدى الصدر يدز تغريدة في تويتر يقول له الناصرية يعني متفقين ويا هذا حكي، هذا
والكاظم يرسل قوه. المفروض انت تعتقل في الحنانه تروح تعتقل، هذا على اي اساس يقتل الناس؟ في شرطه، في جيش، في 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 امن، شنو هذه؟ شنو دوله ميليشيات، دوله عصابات بلطجيه؟ اذا لم يتم القاء القبض على هذا المجرم اخي، وهو قالها يعني، هو وهذا الثاني التافه صالح محمد او محمد صالح قالها، ويعني وهو نفسه المقتدى قال اذا لم يعني تناط بنا السلطه في العراق سوف نحرق العراق. يعني اكو سياسي يقول هذا الكلام؟ موجود مثبت عليه؟ يعني شنو يعني؟ هل العراق هذا يعرفها؟ لا يعرف اخي العراقيين ولا يعرف العرب، ما هم يظن انه بي 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 بالقمع سوف يكسر ذراع العراقيين؟ والله ما تقدر يا مقتدى ولا غير مقتدر. لكن مع الاسف على بعض العراقيين اللي باعوا يعني ضميرهم ودينهم ويبقون يعني عبيد لهذا الغير عراقي، عبيد والله. نعم. فأخي هذا يعني هذا عمل إرهابي بصراحة، إرهاب، هذا إرهاب، لابد أن يلقى القبض على المادة 4، يأخذوه يرموه في السجن. يعني الناس تم قتلها في الناصرية، يعني موجود تسجيلات وموجود أفلام موجودة مثبتة، وهو هم اعترف هو اللي قام بقمعهم. فالمفروض يعني شنو عنده حصانة؟ هذا أريد أعرف شنو هذا عنده يعني دولة داخل دولة. أبو فاطمة هسه أنت ذبيت لي نقطتين، قلت لي المفروض يعتقلوا وراء، قلت شنو عنده حصانة لا هو السؤال هنا من يعتقله؟ إذن أخي إذا لا حد يعتقله وخليه يعني بكيف يلعب، إذن أنا أقول لك بصراحة لابد أن الناس يدافع عن نفسهم. الناس يريدون يقول لك سحب المصطفى المشتت، سحب الإجازات، يعني إعطاء السلاح للناس، روح اسحبها من مقتدى ومن ميليشية مقتدى أولا، وبعدين يعني طبق القانون. فإذا أخي لابد الناس أن يدافعوا عن نفسهم. أخي دافعوا عن نفسكم، مثل ما هم يضربوكم بالرصاص، أخي ضربوا بالرصاص على أي أساس؟ إلا أن تأتي الشرطة والجيش ويدافعوا على ذاك الوقت نقول والله يعني إحنا في أمان. ثم أخي الدستور، على أساس الدستور بين قوسين هو يعني حامي الحريات وحرية الرأي وكذا وكذا، أليس هذا الدستور الديمقراطي اللي أتى به بول بريمر؟ فعلى أساس أنت تقتلهم؟ إما أن تأتي بقوة مكافحة الشغب كما يقولون، ها؟ ويعني يتعاملوا مع الناس بالطريقة الديمقراطية. شنو سيارات، شنو بيكابات بالليل تحرق وتقتل؟ احنا فين اخي؟ يعني حتى في البصرة وفي كل مكان يعني يدخلون الى البيوت وارهاب الناس النشطاء في الليل ويكسرون البيبان وكذا، على اساس اخي؟ هنا هنا في اوروبا ولا في امريكا ولا في كل مكان ممنوع شخص يدخل على مدني اذا ما عنده ورقة من 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 الشرطة ومن القاضي. شنو احنا اخي العراق لحد في هذه اللحظه لا يوجد شيء اسمه العراق بصراحه. هناك دويلات داخل كل شخص اخي، حتى في العراق ترى في قصدي في بغداد ترى كل منطقه ماخذتها ميليشيا، المنصور عند المالكي والثوره للصدر مدينه الصدر والعام والحكيم معروف، هذه اخي دويلات لا يوجد مجرد اسم، هناك رئيس وزراء وهناك وزراء، كله كذب في كذب. الناس تعمل، هؤلاء يعملون لأجل الراتب وكم عند الآن في البنوك في بيروت والإمارات وغيرها، لا يهمهم البلد. غرق قبل يومين، غرق. نعم. شكرا لك أبو فاطمة. أم مهند من الموصل، حياك الله يا أم مهند. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. وعليكم السلام أستاذ أسهل. والله إحنا مطالباتنا المعتقلين أخي. نعم. والله يا أخي اليوم 9 أشهر 10 أشهر إحنا ما نعرف عن أولادنا كل شيء يا أخي. نعم. هاي وحدة. اثنين، الكاظمي لا داعي يوظف متظاهر، لا داعي يسوي شغل المتظاهرين. زين كل شيء ما بيدون، لا يطلعنا المعتقلين. عجل ايش قاعد يسوي هو يا اخي؟ شنو شغلته هو؟ شنو شغلته هو لمن قاعد على الكرسي غير يسوي لنا طلبات، غير ينظم لنا شيء، غير يضحك علينا؟ والله احنا الامهات والله قاعدين نشيد مع اولادنا، والله
اولادنا بالسجونات مسدوده هالشكل ليش؟ لا طوش لا ذنب، حتى بس يعرف يلبس البدله ويطبطب على كتوفه ويحط ايده بيديهم ليش؟ لما هو ما يقدر يسوي شيء على ايش لازم الكرسي وقاعد؟ على ايش؟ ودور الانتخابات هذا منو راح ينتخبوه؟ احنا اصلا ما نريد هاي الحكومه كلها ما نريدها، لما ما اسوي لنا شغل وما اسوي لنا شيء، احنا اصلا ما نريد هاي الحكومه، اولادنا بالسجن، انا ابني اليوم 10 اشهر انا ما اعرف عنه كل شيء. نعم. لا خبرنا، لا نعرف عنه شيء، وفوق هذا ندز لهم فلوس لا يقولوا ما تصلنا الفلوس. ليش؟ إلى متى احنا على الحال نبقى أستاذ أفل؟ إلى متى يعني قاعدين ننتظر وندعي من رب العالمين؟ وما بس ندعي لأولادنا، ندعي عليهم، والله ندعي عليهم الوزراء كلها. هذاك اليوم يقولون دا يدرسون القضية على أساس مال العفو العام. يطلع واحد من النواب. نعم. ليش؟ سمعنا هذا أنا سمعته بالتلفزيون. ليش ما يدرسون القضية مال العفو العام ويطلعون أولادنا؟ ليش حاكلين بأولادنا؟ ليش؟ ليش نسكن جنسجات عليهم؟ ليش حاطيهم بمقبرة الأحياء؟ نعم. ملينا أستاذ أفل، ملينا يا أخي، يا أخي ماكو لا عفو، لا أكو حق، لا أكو محقوق، لا أكو شيء، يعني إلى متى إحنا؟ يعني قاعدين ننتظر، والله العظيم ما ظل بينا حيل، والله تمرضنا يا أخي، أولادنا أطفال، والله كلها شباب حلوة، كلها جهال. والله كله ظلم وظلم، ليش؟ يا اخي احنا نطالب المعتقلين، خلي يطلع لنا المعتقلين، ايش قاعد يسوي؟ يا كاظمي انت ما عاد تسمعنا احنا الامهات عن ناسد، ما تسمع الاباء، ما تسمع الاولاد، ما تسمع الاطفال، ما اشوف، بس هو هم يقبلون اولادهم مسدد عليهم السجونات ومسجونين يقبلون؟ خلي هو ينحبس نهار واحد الكاظمي اذا شو يقبل؟ خلي يضحك على وضعنا كيف في عاد ترى يعني والله ما ظل صبر خلي يطلع لنا المعتقلين على ايش بس اريد افهم على ايش سادنهم اشتي عفو عام واطلع اسر على اهلها والله يا رحمه الله على صدام شان بكل موسم ينفع عفو عام شو هاي من قبل الحكم لحد الان كل شيء ما سواه يسمع بالمناشدات واذن من طين واذن من عجين وكل شيء ما يسوي لنا خلي بس شوي يحن علينا ويلحق علينا يا اخي والله العظيم ملينا والله ملت قلوبنا نعم والله نعم. والله اولادنا ظلم بالسجن يا اخي يا استاذ افل والله ظلم يا اخي واتمنى ان يصل صوتي من قناتكم الموقره وصل ان شاء الله وصل صوتك شكرا ان شاء الله ممنون استاذ افل شكرا لك ام مهند حياك الله سرمد من المانيا حياك الله يا سرمد عزيز هلا بك اخوي شلون صحتك ان شاء الله بخير ان شاء الله بألف خير يا رب الف الحمد لله وشكر تفضل اخوي بالمناسبه على مود لا تكون طائفيه علي انا من اهل الجنوب من نعم منك ومن اهلنا بشمال العراق بالجنوب بالغرب والشرق كلنا عراقيين عراقكم المؤقره يا حبيب قلبي بس اريد شوي بس اوصل معلومه بالنسبه للسيد مقتدى اللي يسموه السيد مقتدى اللي هسه بالناصريه صيحون انه عدو الله ليش ما يتطلع يشوف العالم انه ميتين من الجوع والعالم جاي تتكتل بالناصرية وبغداد يا عالم يا ناس يا ملائكة العراق طلعوا يعني هذا يعني السستاني ولا الغير هذا اللي يسموه السستاني انا بالنسبة يعني على مود الناس خاف تسمعني يقول لك هذا سني ولا شيعي على مود بالمناسبة خاف تسمع عندي انا من اصل شيعي من اصل من الجنوب هلا بيكم اهلنا كلهم شمال وجنوب حبيبي العزيز خل خدمك يا حبيبي العزيز خلي الناس تسمع عمي مقتدى وقوم مقتدى عمي نور ذول ناس مجرمين الناس جاي تتقتل بالجنوب وبالعراق وبالشمال وبالوسط وما حد يحكي لانه كل من مستفيد وخالب جيب الدولار والعالم جاي تذبح الابرياء يا عالم يا ناس اصحوا اصحوا على اللي جاي يصير المجزرة بالعراق كله نصب واحتيال والحكومة اللي جاي تحكم كلها نصابة وحرامية اسمح لي حبيب قلبي اسمع خلي صوتي العالم تسمعه انا نعم. اخوك الصغير الكبير شو تحب تعلي كبير كبير يا لكن اخوي. الله يبارك بيك لكن والله العظيم يا ناس يا عالم اسمعوا مقتدى وغير مقتدى جاي يذبح بالعالم وجاي يحط الدولار بجيبه والناس الابرياء جاي تذبح عم اليوم 1000 واحد مذبوح بالناصية عندك علم يا ناس
الميليشيات الإيرانية على حتى مذهبهم ومذهب إيران. عم ملينا الناس، عم أهلنا ما يريدين من الجوع. عم الله يقبلها محمد، الأنبياء، الملائكة، الإمام علي، تمطر مطرة. عم حرام حرام، دول اللي جاي يحكمون، هذا أبو العدس اللي ولى، والثاني هذا الكاظم اللي إجا، كلهم حرامية ومقتدى من دول الحرامية. الله وكيلك ومحمد وعلي وكيلك. زين عم خلي الناس تسمع، أرجوك توصل صوتي لهاي العالم الفقراء. عم العالم ميت من الجوع، هذا مقتدى ساكت ليش ما يطلع؟ يعني سؤالي، يلا سؤالي للسيد مقتدى، خلينا نحكي بالاحترام، خلينا نحكي بالأدب والاحترام. يا سيد مقتدى، يا حبيب قلبي، اطلع احكي ويا العالم، احكي ويا حكومتك. انت اللي حاط لك 50 واحد بالبرلمان وجاي يحكمون بالبلد والناس ميتة من الجوع. انت مو تقول انا جدي رسول الله ومحمد. حتى محمد نسيت، حتى الله نسيت. عمي ابو نساء، عمي ارجوك يا قناة الرافدين توصل صوت العالم للأبرياء. وصل وصل يا اخويا، وصل. بارك الله بك. انا شكرا. اجل معذر اخاف شوي زيد بالكلام، بس والله يا اخي من حرقة قلبي يا حبيبي. حياك الله اخويا، حياك الله. ابو علي من واسط، حياك الله. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام ورحمه الله. ومساء الخير لجمهور الرافدين. اقول اللي ما يعرفون مقتدى الصدر هو نعم. يعني ما عنده لا خلفيه لا دينيه ولا سياسيه، وانا راهن حتى متوسطه ما عنده، بس الرجال يعني هو عضن بالرجال، بس هو شخص يعني يريد يبرز ابوه يعني بعد ما انقتل بسبب اصراع الحوزات وقتلته ايران. يريد يبرز وقتل طبعا، وهذا مذكرة توقيف بحقه، قتل السيد عبد المجيد الخوئي تحريض من عنده. فواد يبرز شبه نفسه بحسن نصر الله وطلع مع المقاومة وقام يذبح بالناس باسم مقاومة الأمريكان. وبعدين هسه يصير ولي الفقيه اللي يمسك الحكومة حتى ما نعرفه. وطبعا إلى أكثر من تصريح، رجل متناقض، ساعة شارك ساعة ما شارك، ساعة يقسم وبعدين حل من يميني، حد ما نعرف حل من يميني شلون، شلون طلعت مع الشرطة رحمها. وكنا نشوفه يعني شارك بالانتخابات فوق سنتين وبعدين قال أنا معارض قبل البرلمان وقبل مجلس الوزراء وقعده وغيرها، ألقى القبض على الفقراء اللي ركضوا وراء من جماعته من التيار الآن، اللي مثل واحد اللي أمس تبرى من عنده وقال أنا اللي متبرى من عندك، ذبوهم بسجن وجماعته طلعوا. بس أنا اللي أسأل السؤال، طبعا هذا السؤال موجود يعني للأسف إحنا يعني هذا موجود اليوم. نعم. ليش يعني السني صراحة، خلينا نقولها صراحة، يعني ليش السني إذا قال أريد وطن أو قال أنا جاي وداخل حقوقي يأخذون يذبونه بالسجن؟ وليش إذا الشيعي مسك سلاح بالشارع، هذا الحكي لحد 2019 سادات، بعد ثورة تشرين بدأ العراقيين كلهم بجهة لموهم، وحتى صاروا كلهم بجهة. لأن أنت يا كاظمي يعني من أقل مدير شرطة وذيقة، من أقلت شنو السبب؟ يعني غير نفهم إحنا كشعب ليش أقلت هذا الشخص؟ هل إنه ما قال للمقتدى لا، أو إنه ما قال ليش تشيل سلاح يعني قال له؟ طيب أنت نفسك قدرت تقول للمقتدى لا تشيل سلاح من عنده؟ يعني اللي إجوا بالسلاح الجوي هذا يعني معقولة ما حد شافهم؟ يعني هو عنده يعني مرقص اللي كذب على الناس قال صلاة وما يصلي إلا بالحبوبي. فأستاذ أسل، إحنا اليوم دام شخص يقول أنا أفرض نفسي يعني مع احترامي على الكلمة هذه، يقول غصباً على يرضى ولا ما يرضى الحكومة. وطبعاً مين نابع أستاذ أسل؟ اسمح لي آخر من وقته، أنه نابع من الخلاف الشيعي بالسلطة، وهو اليوم اللي يفرضها آن الموجود، آن اللي قدرت أنهي التظاهرات. أنتم الأحزاب والحكومات حكومتين إجن ما قدرت تنهون التظاهرات، هو عبالي ينهيها، لكن أهل قال وفروا له مثل الشلوذة. نعم. هذا وثانيا لعدم وجود قاسم سليماني جديد اللي يقدر يطقهم على خشومهم اليوم هم متفرقين. لكن هو ما عباله مقتدى الصدر انه مثل ما صار 2019 زور واخذ 52 صوت بالتزوير، عباله سيراح ياخذ ازيد. صدقني حتى 30 مقعد ما راح ياخذون، وسوى التشرين هم اللي راح يفوزون بالانتخابات.
وهم يشاركون وهم يسقطون حكوماتهم. نعم شكرا, شكرا لك ابو علي. ابو عباس من ديالى حياك الله. الله يخليك عين انت. اهلا بيك اخوي. انا وياك على الخط اسمع صوت الاخ ابو علي. نعم. نعم حالك انت على الهواء حاليا اخوي يخليك. تفضل. زين تفضلك. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والكرامة غاتي. الله يخليك ويستر عليك. الله يخليك. تفضل. زين تفضلك. السلام عليكم. عليكم السلام غاتي تفضل قول انت على الهواء. تحيه لك وجميع المشاهدين الكرام. حياك الله اخوي. زين تفضلك. يا بالنسبه لهي المظاهرات الاخيره نعم ايش بها هاي المظاهرات الاخيره؟ المظاهرات الاخيره كان سببها مقتدى وقتل هاي العالم كلها جميعا. نعم نعم حالك. اذا امكن ابو عباس نصلي صوت التلفزيون اسمعني من التليفون اغاتي العزيزه. بعيني وعليه. بالنسبه للسيد مقتدى الشيري يعني يطلعنا خارج العراق هو وقيس الخزعلي وهذا العامري. عيني بدي اسمعك فدوه. اي عيني. يبدو انه فقدنا الاتصال بابو عباس او مدى يسمعنا بشكل واضح. شكرا جزيلا لك لانضمامك لنا. صباح من بغداد حياك الله يا صباح. رحب بكم قناتكم الكريمه. حياك الله. بالنسبه للمقتدى الصدر يعني هو جزء من عمليه سياسيه. يعني احنا كل مره نحكي ان المقتدى هو مشارك بالعمليه السياسيه وهو جزء احد الفاسدين واحد اللي القتلة الماجورين اللي سفك دماء الابرياء بالطائفيه بال2005 و6. واحنا نعرف ان جيش المهدي شنو كان دوره. كان دوره جدا يعني 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 اجرامي وقتل ما قتل الاف مؤلفه على الهويه ومجهول الهويه. هاي الناس اللي قتلوها الابرياء في بغداد ومحافظات وغيرها وهو تشارك بالعمليه السياسيه. وكل الحكومات اللي متعاقبه السابقه هو كانت عنده 54 و44 برلمانيين وعنده عده وزارات خدميه. يعني كان عنده مناصب وزاريه اتباعه يقودون الوزارات هاي الخدميه. احنا نسأل سؤال لأهلنا بالجنوب، ايش قدموا ذولي الصدريين اللي هم بالبرلمان وهم كانوا عندهم وزارات خدمية لأهلنا بالجنوب؟ ما قدموا لهم اي شيء، كله فساد وسرقة للسيد مقتدى. وحاليا من طلع الشعب الظاهر سواء بمحافظاتنا احنا السنة الستة وقمعها نوري المالكي وهذا السوالف طويل عليها. حاليا بالجنوب المظاهرات في الجنوب منو الصد لهم؟ الصدت لهم سرايا السلام والعصائب وبدر. هم اللي يريدون يقمعون المتظاهرين وما يريدون هاي الأصوات الوطنية الحرة بالجنوب أن تطلب بأبسط حقوقها، هي الخدمات وحياة كريمة ووظيفة وراتب يعيش من عنده. لأن الشعب يعرف أن هذا النفط اللي جاي يبيعونه واردات المنافذ الحدودية بالمليارات الدولارات. وهم مسكم حزب الدعوة ومقتدى صدر واللي وياهم لفهم 1500 مليار دولار باع نفط به واردات أكثر من يعني رقم خيالي. وين راح تشوف الشعب العراقي بالجنوب يعني يعاني الأمرين من جوع وفقر وظلم والمخدرات اللي طشوها والميليشيات الطائفية الولائية اللي تفتك بدماء أهلنا بالجنوب. والدليل هاي أخير مرحلة مع الناصرية اللي ضحت الناصرية من خيرة شبابها الوطنيين والناس اللي ما يقبلون بالظلم قتلهم. من اللي قتلهم؟ مقتدى الصدر. حاليا الشارع الشيعي خلينا نحكيها مثل ما فرضهم الطائفيه بكل ارجاء العراق حتى فرضهم سنه وشيعه واكراد هم جابوها اللي جمع الدبابات. الشارع الشيعي الان كشف هاي الوجوه القبيحه مثل السيد وغيره كشفوهم هم اداه بيد ايران. وان المقتدى الصدر مو انسان وطني ويحكي بالوطنيه وان راعي الحمى وغيرها ومن المجاهدين اللي يسولفون بجهاد كذابي. اي جهاد تحكي به انت ومجاهد؟ اي جهاد اللي انت حاليا سلاحك شايله بوجه المتظاهرين واللي جاي تقمع بيهم؟ خطفت نساء وقتلت شباب وغيبت ناس من اهلنا بالجنوب
وحركت خيم ودمرت الناس وكل شيء سويت يا مقتدى الصدر. انت اللي رايده شنو مقتدى الصدر؟ شي يريد من الشارع العراقي والناس اللي جاي ينتفضون، جاي يطالبون بحقوق شرعيه غصبا عن الحكومه لازم تنفذها، يعني مو بكيفه مو منيه من توفر كهرباء وتبلص شارع وتسوي مجاري صحيه وتبني مستشفيات ومدارس ومصانع، مو منيه، هذا واجبها، واجب الحكومة أن توفر هاي كلها للمواطن العراقي. أنت المفروض كتقول أنا سيد ومرجع ديني، المفروض أنت تقف في الشارع العراقي ويا العائلة العراقية الفقيرة ويا المواطن الفقير اللي ما يقدر يحصل الآن بجائحة كورونا يحصل على يوميته قوته. ناس عمالة وتلمعتيق وغيرها وسولف وعايشة. أنت المفروض يا مقتدى الصدر تقف ويا الناس البسطاء، تقف ويا الناس البسطاء وتترك هاي الحكومات كلها، لان يعني كل الوطن العربي والعالم الاسلامي يعرف ان حكومة العراق حكومة فاسدة ولائية الى ايران، ما بيهم واحد شريف في سبيل ندافع عنه. وهاي حكومتنا احنا شنو انجازاتها؟ شنو انجازاتها في مجال الزراعة والطاقة الكهربائية والصناعة والتجارة واي شيء، الصحة، التعليم العالي، المدارس، كلها صفر، كلها صفر، ما نجحهم باي مجال، ما عندنا شخص شخصية وزير او سياسي او برلماني او مرجع دافع عنه تقول عنده انجازات، كلهم بدون استثناء السنة والشيعة السياسيين، ماكو عندنا اي شخص تقدر تدافع عنه وتقول هذا انسان وطني شريف، ما بيهم واحد نقدر ندافع عنه، كلهم مجرمين، لو مجرم لو فاسد، لو يجمع الاثنين سوية، سواء مقتدى الصدر او الزبانية مالته مقتدى الصدر جيش المهدي سابقا وسرايا السلام حاليا وعصائب الاهل الباطل اللي انشقت من ضلع مقتدى الصدر، وكلهم ناس مجرمين يدافعون عن عملية سياسية وما يريدون يعوفون هاي الكراسي ولا يريد يعوفون هاي الميليشيات المجرمة يظلون للمستفادين من عندها، سواء مقتدى او الميليشيات اللي عنده جاي الذر عليه اموال ملايين الدولارات، شلون يعوفهم ويتبرى من عندهم؟ هم مجاميع وقحة مثل ما سماهم هو، يقول سابقا إلى مقولة يقول الميليشيات الوقحة، هو أكو أوقح من سراء السلام وجيش المهدي والعصائب، يعني الإنسان باطل والشارع شيع الآن، احنا ويا ايد على ايد وقلب على قلب، لأن ذول هن بالجنوب، يعني احنا أهم شغلة ان الشارع الشيعي كشف مقتدى الصدر وكشف نوايا مقتدى الصدر، هاي قعدت بيران وقعدت ويا خامنئي وقاسم سليماني سابقا ويصافحهم وذليل يقعد يمهم، تش عندك تقعد بيران؟ هذا بلدك تعالوا ابنوه، تعالوا وزارة الصحة كانت عندك وزارة البلديات وعدة وزارات مسكت، وشنو انجازاتك انت يا وزير حاسبت يا وكيل وزير حاسبت اللي تابعين للتيار الصدري؟ ما حاسب احد ولا راح يحاسب، هو جاي يحمي العملية السياسية الفاسدة، وصدقني استاذ افل يريد يوصلوها لغاية هاي الفوضى كلها مدروسة، لان الكاظمي والمالكي وهادي العامري وخيس الخزعلي ومقتدى الصدر هم مطين الضوء الأخضر لسرايا السلام انها تقمع المتظاهرين، كلها مدروسة، يعني ما اجى مقتدى الصدر قمع المتظاهرين بالناصرية اعتباطا، كلها مدروسة، ما حد يقدر يحكي وياه، لا مصطفى الكاظمي يقدر يحاسبه ولا يقدر يقيل احد من عندهم او يلقي القبض على احد من سرايا السلام المجرمين اللي هم اهل الكواتم وهم اهل العبوات الناسفه وهم اهل المفخخات سابقا ويعلقوها على علاقه ارهاب القاعده او داعش او غيرها، يفجرون بالعالم في سبيل يهججون الموقف ويخلوها طائفيه بالشارع العراقي، وعلى شبيك سنه شيعه، واحنا مين السنه والشيعه مين؟ احنا عراقيين. نعم، شكرا شكرا لك اخ صباح. ابو عدي من واسط، حياك الله يا ابو عدي. أبو عدي فقدنا الاتصال ويا أبو عدي. أم وسام من الطارمية، حياك الله. من الطارمية حييك يوم، شلونك خالة؟ هذا بيك أمي، هذا بيك. أقول لك خالة، هذا مقتدى كذبي، لا هو ولا الكاظمي ولا هذا الحلبوسي، وهذاك برهم صالح عود الرئيس مالنا على أساس سوى على راسنا، هذول كلهم ما يفيدون أصلا، كلهم بالشط، شيلهم مشمرهم بالشط، كل سنة يفيدون، يعني شنو ذا نبدأ البارحة المظاهرات نزموهم كتلوهم ليش؟ شو تقول أمهاتهم؟ 80 واحد جرحى خطرين وسبعة ماتوا البارحة، شنو ذا من الناس؟ والله مقتدى والله ذاك هم يطببوهم، هم يدون عندهم يطببوهم، طببوا الجيش مع المقتدى، من حسبي الله ونعم الوكيل على مقتدى وعلى الباقي كلهم ذولي،
من العامري شيل ايدك. سووا بينا ذولي حطموا حياتنا تحطهم. والله العظيم الباص اللي وراهم والله العظيم 21 صعد راسا للطوارئ بالله العظيم. يعني شنو ما يخافون الله؟ ما عندهم ذمه، ما عندهم ضمير. النار كلها حابهم بينا شردوا من عندنا. شوف فلوسنا واخذوهن، قيعانا واخذوهن، بعد شردوا من عندنا. من هسه قاموا يحضرون شهر الواحد من الطراد بعد الراتب اخذه خلصنا منه، اخذه وخلصنا منه، خاف ما عندكم فلوس بعد. يهدد بينا من هسه ترى شهر الواحد ماكو راتب، ليش ما اخذ؟ شغلنا وين بده يروح؟ هاي الشباب احسن مع الطالب الطالب يشغلهم، ما يفتحهم يفتح لهم معامل ويشغلهم، يفتح لهم التربيه ويشغلهم بالتربيه ما دام معلمين كلهم معلمين، كلهم متخدر الشباب. ليش حاطهم بالشوارع وبالمظاهرات يكتلون بيهم على مال من؟ على مود الشغل هم، ليش جايين؟ قابل جاي يتونس هنا؟ يعني ليش ما يحير بينا هذا الكامل؟ يعني حطيناه استمعنا البرهم صالح السوانا يقعدون هو والحلبوسي وناس. شكرا شكرا لك ام وسام. ابو حسين من الكوت حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. شوف احنا بلاءنا نعم من الاحزاب ذول اللي بلونا بلوى، يعني حتى يعني ظاهرين يا اخي صاروا هم اهل الشعب. نعم يا اخي الدواعش هو منو؟ هم اللي طلعوا الدواعش من العراق، مو ذول اللي قالوا سلاح. احنا ما نريد نسمي بالاسماء. نعم نعم هو الاحزاب الان من الاحزاب ما عندي غير هاي الكلام. شكرا شكرا جزيلا لك ابو حسين. انتقل الى رسالة واتساب اللي وصلتني للبرنامج. اول رسالة تقول: تحياتي لك اخ افضل الصقر ولكل العاملين في هذه القناة المنفردة بثورة الشعب العراقي منذ نشوبها في 10 من تشرين. تحياتي لكل ثائر في ساحات الثورة، والله اكبر والعزة لله. الله اكبر على من طغى وتجبر على هذا الشعب العربي الاصيل. اي ان ما يشهده العراق اليوم هو تحدي من نوع اخر وليس كالتحديات عهد صدام الذي تضرع الشعب العراقي بعد سقوطه مرار الجوع والفقر والمرض. أريد أن أقول كلمة لعملاء إيران ودول ما حول العراق: لن تكسروا عزيمة شعب تجرع الويلات، لن تكسروا كلمة شعب ضحى بأغلى ما يملك. وأقول لشرفاء: استمروا في ثورتكم وأنتم الأعلون إن شاء الله. أخوكم يوسف بركة من فلسطين. أخوي العزيز، رسالة: تحياتي لكم وللسيد مدير القناة ولكافة الكادر. عجز اللسان على ما يجري بالعراق من كافة اغتيالات والتصفيات بالعراق ومشاكل اجتماعية سببها الحكومة. أستاذ أفل، أرفع شكوى إلى الله ثم لكم ولقناتكم الشريفة. تكفلت شخص ب 17 مليون انهزم، إضافة إلى القواعد 60% هجم بيتي، ومشاكل وصلت إلى الطلاق نتيجة هذا الشخص، ومشاكل مستمرة لحد الآن، وطلعوني من بيتي يوميا أنا بمكان، وأي شخص أطلب منه يحسب الورقة علي ب 220 ألف دينار وأنا متقاعد. أناشدكم وأناشد قناتكم الشريفة مساندة المظلومين بصورة حل. أنقذوا أولادي من الضياع حتى لو تناشدون أي شخص بمساعدتي، والجمعية طالبني بالتسديد الأقساط. هاي الإنسانية رجعت إلى مصيبة وشكرا. السلام عليكم. هاشتاج مقتدى قاتل، معاكم أم سبايا من الناصرية. قال تعالى: إنه من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، صدق الله العظيم. رسالتي إلى مقتدى: كل قطرة دم سالت من ولدنا وشهدائنا برقبتك إلى يوم الدين يا ذي الإيراني تابع إلى ميليشيات الإرهاب وإيران. وخلي بعلمه أن الناصرية لن تموت. مقتدى قاتل الناصرية، الناصرية جبل ما يهزها ريح. السلام عليكم أستاذ أفل، وياك أبو محمود من الرمادي. نطالب من حضراتكم إيصال صوتنا إلى الولايات المتحدة بمعرفة مصير أبنائنا المغيبين في سيطرة الرزازة والله أبرياء. نناشد الحكومة العراقية متلبي مطالب الأهالي والمعتقلين. والله مثل هذا اليوم اعتقل، والله يوم الأهالي وأطفالهم
قضم الوقت بس بكي. والله أبرياء دمعة أطفالهم إن شاء الله نار وشرار على هاي الحكومة. بلكت القوات الأمريكية بقلوبهم رحمة يسمعون مناشدات الأهالي وأطفالهم بإطلاق سراح أولدنا، واللي فرح طفل بشوفة أبوه إلى قصر بالجنة. السلام عليكم أستاذ أفل، أنا محمد من الأنبار، نطالب الحكومة العراقية بالإفراج عن المعتقلين المظلومين. والله أنا ابني صار سنة ما أدري عنه أي شيء، ويجي شرطي من يما يقول أريد فلوس ورصيد حتى أخليكم تخابرونه، وبس يأخذ فلوس قفل جهازه. الله أكبر عليهم. مساء الخير أستاذ أفل، تحياتي لك ولكادر البرنامج. الله يخليك أستاذ، هذول يجوي بالقوة فلازم يطلعون بالقوة. تحياتي لك ولكادر. مساء الخير قناة الرافدين. أستاذ أفل، الناس من طلعوا في ساحة التحرير هم خائفون من مقتدى الصدر، إذا طلع مقتدى خليه يجب على خضراء، بس مقتدى من ذيول إيران. حسبي الله ونعم الوكيل على الصدريين وعلى الحكومة الفاسدة. فاتن من ألمانيا، إحنا العراقيين عرفنا أنتم حرامية وتبكون تبوقون أصواتنا، ومثنى الضاري بري منكم، عيب عليكم والله، اللي يعجبكم تستقبلوا أنتم. أم كرارة من النجف، والله يا أخي العزيز إحنا أي شخص يتصل بينا نستقبله، وأي شخص يدق علينا نستقبله، بس مشكلة الاتصالات بالعراق هي هاي المشكلة. السلام عليكم يا أبطال الرافدين، علي من الأحواز، نعزي أهالي الناصرية ورحمة شهداء العراق. أخويا هذول أحزاب مافيا، ما عدهم ذرة من الإنسانية، هذول كلهم أهل دجل وشعوذة. أخويا مثل ما قتلوا أهل المحافظات الغربية يقتلون أهل الجنوب، هذول ما عندهم غيرة على العراق ويطلبون ثار من كل العراقيين من الثمانينات. وأعتذر من باقي الرسائل ما قدرت أقراها. نلتقيكم على خير مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة إن شاء الله بنفس الموعد باكر. في أمان الله.